مثلا نحكيه على الكلاسيكو. ما زال بحثنا أيمن عبد النور نجم الكرة التونسية ونجم فالنسيا الإسباني يلتحق بنا في رابط مباشر لاعب النادي الرياضي الصفاقسي نجم من نجوم الكرة في تونس محمد علي منصر. محمد علي نقول لك أهلا وسهلا بك. مرحبا بك خويا. مرحبا بك خويا رفيق ومرحبا بالساده النظاره. الله يخليك محمد علي، شكرا على قبول دعوتنا. سهرناك تقريبا طوال 11 نتاع الليل. نسالك محمد علي مباشره نمشي للموضوع نتاعنا، علاش خرجت ورقه حمراء؟ شنو اللي صار بينك وبين الحكم؟ والله كانت الفوت معناها وقتها ليليانا صفرها كونتري بحكم معناها الوقت واحد سخون هكا مع السكور ضدنا والكل واحد يغير على النادي معناها نتاعو وحبينا نربحوا. يظل لي ما كل شيء صارت معناها لقطه نشوف انا عاديه معناها صحيح خذيت وقتها كرتون بعت الكوره ممكن خلي علاش وكل قلت ما كل شيء معناها وقت اللي هو شافني انا عزيت يدي ولا حاجه شافها معناها هو لقطه خايبه اعطاني ورقه حمراء ظلي قاسيه شويه هذه معناها الاولى انا ليلي مش من بيعتي. الواحد صحيح معناها لازم يكون كالم لكن بحكم الغيره معناها الواحد على النادي معناها نتاعو عمل اللقطه هذيك الواحد يطلب اسماح معناها من الناس اللي شافوها معناها اللقطه دي اللي مطلب اسماح من الكوتش معناها نتاعي محمد علي. الحكم هو في الورقه نتاع الماتش دون انسولت معناها انك شتمته، صار هذا ولا ما صارش؟ شفت انا صحيح لا هو بعد ما انا ما خذيت الورقه الصفراء ممكن امتص معناها انا هكا بيدي ما كنتش خرج معناها وقتها كلمه خاطر الواحد وقتها سخون والكل بحكم سكور معناها كونترنا الواحد خمر معناها شويه كل شيء هو معناها شافها شتمان ولا حاجه قايد لي كيك. ثم كلمه غير لايقه خرجت اما انت ما واجهتهاش للحكم، هذا اش تحب تقول؟ نعاودوا بعد شويه نتصلوا بمحمد علي منصر. مراد تخمرنا نغير على جمعيتي نحب جمعيتي الواحد ملا سؤال علاش شو تحب تقول له؟ بلوكيت الراس قال هو فما كلمه حابين نحدوا في الحلول. هو هذا هو السؤال سير في اكثر من مره معاه بايشي حتى هي من تصور عاشة ولا ناصر ولا حاجه تقول كلمه مش موجهه للحكم الاربيت الاجمي فما انه اللي هو دونك نفهموا كلامه كما قال اللي تي اشو غار على جمعيته وقال كلمه بتدخ مش في بلاستها بين الناس كل ما تقول ساعات كلمه مش الاربيتر يحب يطبق القانون اي الحاجه اللي باهي يستعرف ومحمد علي منصر نعرفه معناها صاحبي بالكدا متربي برشا ومتخلق وبالحق يحب النادي الصفاقسي وفي المنتخب ولا مع اصحابه عمرنا ما تشكينا منه ولا ماهوش ولايه خايب يعني ولايه ياسر باهي ومتربي ويعرفوا زاد هذول ولايه صغير انا هنا فريمون عمري ما نقد الحكام بالعكس ديما ندافع عليهم تعرفوا هذه الحاجه الوحيده مع منصر اللي وين الحكم ينجم يعرف نفسيه الملاعب والبروفيل نتاع الملاعب معناها منصر تشوفه في الماتش تقريبا كان يعمل فوت كان خليته جلاب باش يعمل فوت اكثر الوقت هو اللي تعرض للاخطاء عموما تقريبا الحكام في تونس يعرفوه عمره ما كان عنده مشاكل مع الحكام معناها انسان متخلق بصراحه في مقابله كيف من هكا يبدو لي الحمراء المباشره كان مبالغ فيها وهذا رايي طبعا. يبدو لي فتح المودي انك بديت تدافع عليه محمد علي موسى بعد فصل لي تفسير علاش قلت لي سؤال مش هو القانون شو يقول به؟ شنو ينجم ياخو كعقوبه محمد علي موسى؟ لا نفدك معك مش سؤال، السؤال مباشر معناه ما السؤال معناه وكانه في المحاكمه معناها تقريبا اش قلت بالضبط؟ انا الجواب معناه في الكلام هو محمد علي موسى معترف بكل شيء معناها قال لك انا شو نحب جمعيتي نعتذر ربما خرجت عباره حبيت نربح حبيت نزرب حبيت القانون شو يقول بطبيعه العقوبه ممكن انت وش دون الحكم ولكن الناس تستخايلوا انه ورقه صفراء ثانيه دونك مقابله يبدو حسب ما دون الحكم ولكن مع الاسف لن تكون العقوبه اقل من 5 مقابلات معناها هذا في الحد الادنى بالحد الادنى لن تكون اقل من 5 مقابلات برشا في عليه وعلى النادي الصفاقسي والنادي الصفاقسي مقبل على انه باش يلعب البطوله نتاعو توا
معناها مش يلعب مع الترجي، مش يلعب مع النادي الافريقي، مش يلعب في نهار حشم بيه وليد متربي ياسر. لكن انا مانيش مع مراد، معناها مراد صحيح عنده الحق الحكم ربما، ولكن القانون 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 عنده سلطه تقديريه، عنده سلطه تقديريه الحكم. ولكن شوف فما هيبه الحكم، فما حد ادنى وهو تبارك الله محترف، وقت اللي ربما الحكم يسمع كلام غير لائق كذا، ربما يقول لك انا اسمي في الميزان الناس تسمع كذا، ما لا تولاه ربما معناها طبق تطبيق صارم القانون، معناها سب جامع ملاعبي متربي برشا والناس كل تغلط والناس كل خطائين، كل واحد ينجم يغلط الخطا هذا حمد علي متاكد وانه الغلطه نتاعو انا حسب الملامح وجهه وطريقه كلامه متاكد وانه الغلطه عارفها انها غلطه باش تكون ثمنها بعض شويه ان شاء الله. لا بطبيعه الحال هذا اللي نتمنى. حكينا عن نادي الرياضي صفاقس، حكينا على الترجي، حكينا عن النجم الرياضي الساحلي، باش نحكيو على زوز فرق خليني نقول هما مفاجاه الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، نجم المتلوي والملعب الجابسي وضعيه متشابهه، نقاط انتصارات وموسم متميز للزوز فرق. هات نشوفوا باركور زوز فرق هذوما ونرجعوا نحكيو في التاسعه فوت. خمس انتصارات من 10 ماتشوات خلات الملعب الجابسي ونجم المتلوي قاسم المرتبة الرابعة ب 17 نقطة وشكلوا مفاجأة الموسم. جمعيات الزوز ربحوا 4 ماتشوات من 5 على أرضية ميدان وانتصار واحد على الاكستيريور، وتعادلوا في زوز مناسبات ما في ذلك في الماتش اللي جمع بيناتهم. السيدة والمتلوي ما قبلوا كان 5 أهداف، وبالتالي أحسن خط دفاع في بطولة هالموسم لحدود هالجولة صاحب الديفوار. هجوم الملعب الجابسي سجل 10 أهداف بمعدل بونتو في كل ماتش، وهشام السيفي كان له النصيب الأبرز 3 أهداف، وبعد يجي فخر الدين قلبي وكاتا رزيق بزوز أهداف. الاتاك نتاع المتلوي ممركة كان 7 بونتو في 10 ماتشوات، سجل منهم باسي روبان بازوز وفؤاد الخرايفي زوز اهداف. نمشيو نحكيو على 3 فرق اخرين، حمام نلف، معين الشعباني، سيدي بوزيد، وقفصة اللي يقودها قيس الي يعقوبي. النتائج مش هي بالنسبة لثلاثة فرق هذوما، تقرير صغير ونرجعو نحكيو في التسعة فوت. سمير الجويلي مدرب اولمبيك سيدي بوزيد يعمل اول فيكتوار بعد 3 ماتشوات، معين الشعباني مدرب نادي حمام لونف يخسر ثالث ماتش على التوالي، وقيس اليعقوبي مدرب القوافل مازال يلوج على اول 3 نقاط. في جرجيس رجع فريق اولمبيك سيدي بوزيد للانتصار بعد ما ربح الترجي الجرجيسي 2 بلاش، اول فيكتوار للمدرب سمير الجويلي بعد تعيينه. الجويلي اللي كان خسر مرتين ضد الاطوال وضد الترجي الرياضي، الاولمبيك يولي في المرتبه السادسه برصيد 15 نقطه. لونترور دو بروندر لي ريسك، حياتنا كلها ريسك، ربي وفقنا اليوم ان شاء الله نواصلوا المسيره نتاعنا بكل ايجابيه ان شاء الله. اذا كان الجويلي ربح 3 نقاط في جرجيس، فان معين الشعباني مدرب نادي حمام لونف خسر 3 ماتش على التوالي، المره هذه ضد اتحاد بنقردين 2-0 بعد زوز خساير ضد نجم المتلوي ومستقبل المرسى. نادي حمام لونف تتعقد وضعيته، موجود في المرتبه 12 برصيد 10 نقاط. قيس اليعقوبي مدرب قوافل قفصة مازال يلوج حتى لتو على أول انتصار، اليعقوبي اللي في 3 ماتشات عمل نفس الريزلتا، تعادل في أول ماتش ضد السيا 1-1، نفس النتيجة ضد القاسرين و 0-0 البارح ضد النادي البنزرت. فريق القوافل مازالت وضعيته صعيبة، مازال في المرتبة الأخرى برصيد 4 نقاط. 3 مباريات 3 نقاط، معناها العداد قاعد يدور، ما عملناش حاجة كبيرة، ما قفزناش في الترتيب، قاعدين نحاولوا على المستوى الذهني أن نشجعوا الملاعبية، أن نرفعوا المعنويات، لأنه الدوري مازال طويل، اليوم مازالوا 19 مباراة تقريبا 57 نقطة.
مكملين معكم في التسعة فوت، مكملين بعد لكمان الحديث عن رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعاود نصفقوا ونرحبوا مرة أخرى بنجم الكرة التونسية أيمن عبد النور. أيمن أهلا وسهلا بك. أيمن نرجع بك فلاش باك صغير، البداية مع فالونس كيفاش كانت؟ إصابة تفجعنا شوية، ولكن أيمن الحمد لله رجع فيسع ورجع كأساسي. والله صحيح كنت في فالونس صححت الكونترا نتاعي قبل اول ماتش ما لعبته قبل بخمس ايام، بعد ديريكت دخلت عطاو فيا كونفيونس ولعبت اول ماتش ليا تيتولير، وكوم باغ هازار معناها الحمد لله كنت في التشكيل الاساسيه نتاع الليغا مع نجوم كبار. بدايه كانت باهيه برشا، حتى الماتش نتاع ليون اللي مالوغوزمون كليت فيه ضربه في او نيفو اسكو جونبيي تاعي، قعدت مرتاح شهر ونص. بيان سور شهر ونص كانوا برشا علياني، حبيت تغيبت حتى على المنتخب. فوالا سيتي ان اوبجيكتيف باش نرجع لو بلو فيت بوسيبل، لكن مالوغوزمون معناها خذيت وقت برشا، ما نجمتش، خذيت شهر ونص كاملين. بعد كي رجعت ترانيت 3-4 ايام مع الجروب، بيان سور مشيت مع البريباراتور فيزيك قبل ما ندخل مع الجروب، لكن لونترونور جا قال لي حاجتي بيك باش تلعب الماتش بروشان. الحمد لله كنت اساسي حتى لاخر ماتش كونتر ختافي. نحب نقيم المردود نتاعي، معناها فما ديو وديبا، لوج ان شاء الله بقدرة ربي باش تكون دوزيام بارتي خير، وربي وفقني قاعد نخدم على روحي، قاعد نترينا جو سوي ماني تري سيريو، وان شاء الله فما كل خير القدام. كابتن خالد حسني كيفاش تحكم على بدايه ايمن مع فالونس؟ كنت شكرته برشا انت مقابله البرسا وعطيت دي كاليتي، استعملت مصطلحات فنيه انا نسيتها، اما شكرت برشا ايمن في المقابله دي. مصطلحات فنيه بالنسبه لي انا ريتو تابعته في الشامبيون الفرنسي، وكنت كانت الوالدة فرحانة فرحانة ما عليناش. بقى مشى المدرسة كبيرة اللي هي مدرسة لو جو او موفمون، الفوتبول او موفمون باسي موفمون. بالنسبة للديفونسور في الاخر انا نلعب ديفونسور، صعب وصعب جدا باش الانسان يركز على اللاعب اللي عنده الكرة واللاعب اللي ما عندوش الكرة والزون اللي تنجم تجي فيها الكرة. دونك انا ريتو ضد برشلونة، ريتو ضد برشلونة ولو مش برشا كور، ولكن لا ريفليكسيون تكتيك نتاعو تطورت بصفة مهولة بالنسبة لي أنا في شهر. قداش عندك شهر؟ توا ثلاثة شهور في بالونس. ثلاثة شهور سي بو باش الإنسان يتأقلم مع نوعية هذه اللعب، مع شكون؟ مع ميسي، نيمار، وسيسمو سانشيز. صعيب ياسر، وإن شاء الله بعدش نعطيه سؤال. سواريز كيفاش انت تحب نرجع للمقابله تاع برشلونه؟ برشا ناس تشكر في المقابله، لكن بيرسونيلمون مانيش فرحان ياسر، خاطر كنت نجم نعمل ما خير، كنت نجم نعمل خير، نحس في روحي فما معناها دي موفمون عملتهم وفرشت الماتش جيتي اون روتار بيان سور. صحيت بعد كي نجي نشوف الجمعيات اللي لعبت كونتر برشلونه الكل، معناها لي ديغني سي زاني سبع سنين التالي، نشوفوا اللي قاو برشا ديفيكولتي لي ديفونسور، نشوفوا اخر سيرج راموس بي بي الناس كل معناها تعدات لاباس الحمد لله. ان شاء الله نزيد نتحسن وزاد برشا خدمه تستنى فيه. مراد صغيتش هو ركزنا برشا على مباراه برشلونه، انا باش اليوم باش نقول اللي مباراة برشلونة كانت الأهم لحظة في الموسم تاع أيمن، أما البقية ما كانت في مستوى برشلونة. نعتبر لي الترتيب تاع فالنسيا السنة في الوقت اللي توا احنا قاعدين نحكيو فيه ماهوش ترتيب اللي أنت مشيت لفالونس على خاطره. معناها أنت مشيت لفالونس باش تكون في ثلاثة الأولانيين. صحيح تغيير للونترينور، نتصور أنك أنت ولو مستواك أنت يبقى فوق المتوسط، لكن ما نتصورش انك فرحان اليوم بالروندمون نتاع جمعيتك الكل وبالكلاسمون نتاعك كامل الحقيقه. بيان سور هذا فالونس تو في المرتبه، والله ما نعرفش قداش نوفيام ديزيام قداش حاجه كيف هكا، وخرجنا من الشامبيونز ليغ. كاملين انتم اللي نعرفوه اللي الحاصل اللي فالونس هي جمعيه كبيره.
معناها من احسن الجمعيات الموجوده حاليا في اوروبا. الناس كلها عندها تاريخ كبير، استادها كبير، جمهور غفير جدا، ملاعبيه معناها لي ستار بتاع العالم الكل خرجوا من فالونسا. رئيس فريق بروجي كبير فوالا. لكن البريزيدون الجديد اللي جاء اللي حط فيها برشا فلوس، خاطر كانت عندها مشكل نتاع فلوس فالونس في العوام الاخرى، جاء واحد من سنغافوره خذا جمعيه وحب يبني وحب يعمل مشروع ليلو، بيان سور جاي باش يربح فلوس وكل شيء. شنو عمل؟ شرا برشا ملاعبيه صغار في العمر اللي عمرهم تتراوح ما بين 17 سنه و 21 سنه، خذاهم من البرازيل، خذاهم من البرتغال، ويتعامل برشا البريزيدون هذايا مع جورج مانديس اللي هو معناها من احسن لي ماناجير نتاع العالم، اللي عنده برشا ملاعبيه صغار وبعد يحب يبيعهم، معناها ياخذ جوار 20 مليون ولا 15 مليون. نجم تاع مورينيو كريستيانو رونالدو باش نستفادوا شكون هما. فوالا باش يبيعهم ب 40 و 35، هذاك الاوبجيكتيف نتاعو. لكن مالوغوزمون لي جوغ اللي خدام عندهمش اكسبيريونس نتاع تشامبيونز ليغ، نتاع الليغا، نتاع الماتشات الكبار، دونك اون ايو معناها دي مال في الادابتاسيون نتاعهم. اني جديد برشا ملاعبيه زاد عندهم اكسبيريونس، جابوهم زوز ولا ثلاثه، جا واحد من بنفيكا الاخر الجول نتاع كان في بلجيكا انترناسيونال نتاع استراليا. لكن لازمنا وقت، خدة ربي لازمنا وقت، فما 4 شهور. لكن الملاعبين اللي عندنا موجودين تو الكاليتي موجوده، لكن ديما تقعد المشكله نتاع الوقت. ان شاء الله بيان سور بحول الله دوزيام بارتي سي سيغ باش تكون احسن من سؤال. ونجيك فتح، حكيت على رئيس جديد جاكم في فالونس، ثم مدرب جديد زاد غاري نيفل اللي هو مدافع، كونه مدافع يسهل لك اليوم الماموريه نتاعك في الفريق. حكي معاك غاري نيفل مثلا. ديما يحكي معايا، يحكي مع الملاعبين الكل، إلي تري جونتي، معناها ياسر بروفيسيونيل. نجموش نحكيو عليه لونترونور هذايا، ما ينجم حتى مع كل احتراماتي للناس الكل، ما ينجم حتى واحد تونسي ينجم يقيم لونترونور هذايا، في اللي عامل تقريبا 15 سنه في مانشستر يونايتد، متراني على عند احسن لونترونور عبر التاريخ. علاش تونسي ما يقيموش؟ خاطر 15 سنه مشكل مدرب، لا كملاعبي، كملاعبي لكن كابيتان متعلم على عنده كارير كبير، هز برشا تيترويت وقرا، يظهر لي جو بونس باش ياخذ باش خذا تروازيام دوغيرا وخرا في احسن الجامعات الموجوده. كيفاش يتعامل؟ كيفاش يتعاملوا؟ والله سؤال هو خليه يجاوبني ساعه على السؤال. فيل بيان سور باش تكونوا متفاهمين، امبوسيبل باش يتعاركوا. ايش حكي معك؟ اش خالك؟ اش طلب منك؟ ديما يحكي معايا، يقول لي ايمن انا كونفيونس ان توا، يقول لي نعرفك من اللي انت تلعب في تولوز، لعبت في موناكو، نعرف الماتشات اللي قاعد تقوم بهم، حاجتنا بيك، نحبك ليدر في الجمعيه، احنا مع بعضنا رانا فرد، تكلم اصحابك، تحكي معاهم، ديريجي فوالا، خليني نحب نعاونك، وانت واصحابك تعاونوني، وانا اون فامي معناها، وربي وفقنا، وهذيك معناها هذاك الدشكور معناها باش نجم يكون. فتحي طلبت الكلمة، ما رد بالك تنقد غاري نيفل تونسي؟ لا ما تنقد حتى تونسي، وحتى معناها باش تشوف اونترنيور باش ينقد جوار كبير كيف هكا، اوكي ممكن تنجم ملاعبي كيفه ولا انسان تواني اكزومبل يكون، ما نجمش ننقد مدرب كيف هكا عامر، نحترموه على الاقل. فهمت كيف؟ على الفيكيو نتاعو على التاريخ. ويا ايمن عمره 26 سنة و4 شهور، الجاية نتاعو باش يحكي لنا على غاري. نحبوا احنا اون بروفيت من التجربه نتاعو، لانه اليوم هو حب ولا نكره نجم وقدوه، وتبارك الله الملاعب التونسي الكبير اللي عطي صوره للكره التونسيه لبرا. 26 سنه و4 اشهر لعب النجم، مشى فردر بريمن، رجع للنجم، من بعد مشى تولوز، موناكو، بالونس. انا نحب نحكي على ايبيزود فقط، وقت اللي مشى لالمانيا وعاود رجع. معناها كانت التجربة الأولى ماهيش ناجحة. ريت كي تنجم تكون التجربة الأولى، ربما استفاد منها برشا، ولكن نحبوا رياضيا ماهيش ناجحة، تحب ولا تكره ولا راهو قعد غاديك، ولكن عمل من ضعف قوة وزاد خدمه حتى كرجع في وقت ما للنجم الساحلي. وأيمن يتذكر كانت برشا تصهير من الجماهير، كيفاش تعمل من ضعف قوة؟ كيفاش نحب إنسان حتى كي يطيح يعرف يقوم؟ هذا نحب الدرس اللي تحب تعطيه لنا. ذكرته في بيريود صعيبة. ولا لا لا، ما هذا اللي تشتركوا منه. توا الحقيقة ما فماش ملاعبي ما تعداش بظروف صعيبة، واحد من الناس في موناكو تعديت بظروف صعيبة ياسر، وأكثر من نجم رياضي شاري، معناها كومباغاز الكورة عكست، نعمل بينالتي في أول ماتش ليا مع الأنترونور الجديد، نعمل الماتش الثاني زاد كيف كيف نعمل بينالتي أخرى ولا ماركي كونتر جولي، معناها ساريف هذا في الفوتبول، سي نورمال نشوفوا الملاعبية الكل في العالم كيفاش، لكن كيفاش ترجع؟ كيفاش نرجع؟ سي تري ديفيسيل زاد كيفاش ترجع؟ لازم عندك مونتال قوي، لازمك
معناها لازمك تيبونس اللي تقول اليوم تكون ولا تكون اليوم فما ماتش اسكو سامحني في الكلمه يا راجل يا ماكش راجل توز روحك في المرايه تقول اليوم مي دارير هذا الكل لازمك تحافظ على روحك خويا لازمك تاكل مليح لازمك تريكوبيري لازمك تترينا بالكدا لازمك تكون حاضر وتبدا عندك كونفيونس في روحك اللي معناها خاطر بيان سور تقول لي ميسي ميسي ستاندريكو احسن جوار في العالم معناها تو حاليا وكي تجي نشوفوه في الليستوار الكل هو احسن ملاعب مع مارادونا مع كريستيانو رونالدو هذوما معناها ملاعب لكن كي تجي تشوف تجي تقارن تقول اسكو سي يعني سي سي جو سوي بيان معناها فيزيكمون تكتيكمون وعندي الصبر والكونسنتراسيون تاعي تكون عاليه معناها تقول سير باش نعمل ماتش محترم فيو اللي نعرفوا اللي هما معناها سي دي جوار رابيد سي دي جوار معناها تري انتليجون اكسبسيونيل لكن تحاول ديما عندك لازم تكون عندك عزيمه وكل شيء لكن ونحن في التوانسه عندنا الحب نتاع الانتصار والتحدي وكل شيء وبيان سور التوفيق ديما بيد ربي واحد ديما يتوكل على ربي يلعب كوره حكيت على اللاعبين الكبار الكوره لازمك تكون عامل جو تكون فرحان تدخل التيران وانت تحكي على كريستيانو وحكيت على اللاعبين الكبار ايمن عبد النور شنو ينقص مثلا مهاجمينا في تونس باش نقاوم في أبرز الفرق الأوروبية ويحكي ما يوسف المساكني اللي تونس كل تعتبره فلتة علاش مش في أوروبا علاش مش في فالنس يوسف نحبه برشا صاحبي بالكدا وكي راه في ليكيب ناسيونال يلعب قدامي نشيخ معناها نعمل جو لاعبي اكسبسيونيل اختار اما الى في جو بونس اللي جاي شوا هذاك هو بوتيتر عنده اوفر ويحب يخرج يلعب لبرا من بعد ما عرفتش علاش مشى لقطر ولا حاجه لكن كي مشى لقطر بيان سور عنده اموره معناها خاصه هو اللي يختار هو اللي بوتيتر معناها كان مقتنع فهمت يوسف مين ككل يوسف من احسن اللاعبين اللي جابتهم تونس اللي ريتهم يعني فهمت ما يقصوش اي يوسف يوسف جوار رابيد انتليجون تكنيكمون قوي ينجم مش يلعب في اوروبا اللي في اوروبا تو قاعدين يلعبوا في فرنسا ولا في المانيا ولا في ايطاليا ماهوش خير منه لكن ربي يوفقه ربي ينجحه كان كمل في قطر نتمنى له ديما الخير كان مشى لاوروبا بيان سور باش نفرح له وان شاء الله ينورنا فهمت ناصر بون بالنسبة لأيمن عبد النور تبارك الله معناتها المسيرة نتاعو وخاصة الحاجة اللي هي مهمة بمسيرة اللاعب وهذا وين تبان معناتها شخصية الملاعب في لي مومون ديفيسيل معناتها بالحق معناتها تشوف أنت كي تعدي الفترة الصعيبة أنك تمشي لبرا خاطر أيمن بالحق هذه حاجة تميز اللاعب معناتها اليوم هذه أنك تمشي لأوروبا وتعاود ترجع وتعاود تلقى روحك في أوروبا وتوصل للنيفو هذايا منجم يكون كان واحد عنده لي تسبريم تاعك عنده الفولونتي نتاعك عنده الروح نتاعك عنده انه يمن بالامكانيات نتاعو يمن بالظروف الصعيبه وهذه الحاجه اللي بالحق تتحسب لك على خير عاده احنا شو نقولوا اي ملاعب كيما بكري حكينا على فخري بن يوسف قلنا فخري بن يوسف مشى لفرنسا ورجع اسكو يعاود ينجم يرجع لاوروبا ولا لا هذوما دي بوند انتيروغاسيون يقعدوا ديما ان شاء الله لكن ايمن عبد النور ديفونسور نجم يعمل هذا على ليبوك مشيت فرد بريم زمان كبير جينا ثالثين في جينا ثالثين في البونس ليغ ولعبنا تشامبيونز ليغ وكل شيء وكنت موجود ولعبت قداش من ماتش 10 ماتشات لعبت في 4 شهور معناها فهمت سيتي بيان عمري 20 سنه ترى في شمعي لعبت فيها راه كلاوديو بيتزارو هوغو الميدا مرتزاك بتاع ارسنال تو اوزيل جورد هذوما كنت عمري 20 سنه معناها رافيا نلعبوا تعلمت منهم كي رجعت لتونس رجعت بكونفيونس ما رجعتش ديسو فهمت كيفاش رجعت وقتها والله الله يذكره بالخير سي حامد كمون واني قاعد بحذايا في البيرو جاي فاكس من فرانكفورت عطاوه 300 ميل يورو قالوا لي سايبوا لنا الملاعب خلينا ناخذوه قال لي وقت عملنا جمعيه كبيره رجعت فرحان ديجا مشيت 6 شهور ما روحتش لتونس رجعت ديجا فرحان لتونس لامي والجماعه ولاد الحومه فهمت قلت خلينا نقعد لنا اون بلوس قلت خلينا نقعد لنا ميسالش بوركوا با نرجع مره اخرى مكتوب ربي رجعت للإتوال نقى جوارات باهين عملنا اون سيزون مان اكسبسيونيل ربحنا الاسبيرونس الكلوب صفاقس جمعيات الكبار كلهم تاع تونس كنت موجود ماركيت جي 5 بونتو مشيت للشان زاد مشيت ربحت الشان لعبتهم 6 ماتشات وهزينا الكوب عملت ماتشات باهين وزاد كانت هذيك قفزه معناها باهيه انطلاقه اخرى
وتعديت زاد بدي مومون ديفيسيل مع النجم الرياضي الساحلي كانوا معناها كنت عمري كنت في مشكله مع الجمهور سي نورمال يتغشش كي يبدا يحبوني ويلقاو الروندمون اليوم راهم متوحشينكم هذا بهم لاباس مش هو يبدا يصفر شويه ولا نحكيو شويه على المستقبل في دقيقه ايمن عبد النور انت كنت سبب في تكوين خليه احباء موناكو في تونس سبب في تكوين خليه فالونس في تونس من بعد شنو الخليه الجايه بعد التجربه نتاع فالونس نعرفوك ماكش مشتاق ان شاء الله في فالونس والله كيما قلت لك مكتوب ربي ما نعرفوش باش يصير من بعد لكن اني حلمك الاوبجيكتيف فيكس في فالونس تو يعني نحب نعدي سيزون باهيه ولا بوركوا با دو ان شاء الله فهمت من بعد اذا كان فما حاجه للجمعيه وليلي ولتونس وبوركوا با فهمت كيفاش ديما اوني اوفير ونوقفوش خلينا نلعبوا شويه باهيين ساعه حق في اللاكس نتاع برشلونه بالبلاصه من بيكي والله اي واحد يرى روحه به يحب يلعب في برشلونه ولا يحب يلعب في مدريد هذوم لكن خلينا نكونوا رياليست نكونوا فالون جمعيه كبير وباهي ما فماش كان جمعيه بركه كبيره في العالم فما جي تقريبا 30 جمعيه كبيره في العالم يوفي فما الانتر فما ميلان مارغري اللي في العامين هذوما فما جمعيات يقعدوا ديما جمعيات كبار احنا في تونس مالوغوزمون فما زوج جمعيات كبار فما برشلونه وفما ريال مدريد فهمت هذوما يقولوا اه معناها فما جمعيه حتى فما في المانيا فما جمعيات كبار نشكرك ايمن عبد النور على حضوره معنا ونستدعاك باش تتفرج وتكتشف شنو هو الكوتشينج فوت للناس اللي اليوم مازالت ما تعرفش الكوتشينج فوت نعطيكم الفريق فريق الاحلام اللي اختاروه الجمعه هذه في فريق في الكوتشينج فوت عندنا في حراسه المرمى رامي جريدي ايهاب المباركي من الترجي وعلي المشاني زياد الدربالي علي معلول من نادي رياضي صفاقسي سعد بقير مره اخرى من الترجي محمد علي منصر من نادي رياضي صفاقسي حمزه الاحمر من نجم الساحلي علي البريقي من نجم الساحلي طه ياسين الخنيسي من الترجي ودياغو اكوستا من نجم الرياضي الساحلي تقريبا مراد ابرز اللاعبين نلقاهم موجودين في ال11 اللي اختارهم الكوتشينج فوت صحيح أن استدعى الجميع أنهم يلعبوا لأنه نذكروا أنه الجائزة في آخر الموسم تكون 100 مليون وإن شاء الله ابتداء من الجمعة الجاية برنامج نهار الثيم خاصوا بارشا وقت الكوتشينج فوت اللي باش يتبعنا وباش يكون المسلسل منا لآخر الموسم ذكروا 100 مليون للفائز في كوتشينج فوت وتابعوا بالطبيعة على مقابلات البطولة على قناة التاسعة على المباشر 100 مليون باش تكون الهدية إن شاء الله في آخر الموسم لكن خليني نذكر بسامي الناس اللي ربحت معنا في الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم جهاد بن حميدة من نابل ربح معنا تابلت من إهداء سامسونج مهدي بوعطور من صفاقس ربح معنا 100 دينار رشارج من إهداء أريدو أكرم بكاري من سيدي بوزيد ربح معنا 50 دينار من إهداء أريدو هذا بالنسبة للفائزين من الجولة التاسعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة العاشرة كان عندنا زادة ثلاثة فائزين خالد العرعوري من بن عروس تابلت سامسونج عماد البوعزيزي من سيدي بوزيد 100 دينار رشارج من إهداء أريدو وأماني من صفاقس 50 دينار رشارج من إهداء أريدو كان نجموا نشوفوا مقابلات الجولة القادمة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نعطيكم البرنامج اللي يستنى فيكم ومراد باش ذكرنا بالمقابلات اللي باش تبثهم إن شاء الله قناة التاسعة المقابلات نذكركم تبعاكم قدامكم نادي صفاقسي ونادي حملم في ابتداء من ماضي ساعتين على قناة التاسعة وبعد الماتش نهار الخميس مع مهدي كاتو خالد حسني ابتداء من الساعة التاسعة هذه في الجولة 11 وكان الجولة 12 حاضرة نعطيكم زيادة البرنامج أو باش تحضر تو الجولة كان الجولة 12 حاضرة هاو تشوفوها بعد شوية هذه الجولة 12 ولا المباراة اللي باش تكون عندنا مباراة ترجي جرجيس والنجم ونعطيكم توقيت في الأيامات الجاية تكون ماضي ساعة ونص ولا ماضي ساعتين ونهار لحد 27 ديسمبر مرة أخرى مع بعد الماتش مهدي كاتو كل البنتوات كل التحاليل وكل الاستجوابات في ساعة نهار لحد نجموا من العشرة تمشيوا تقضيوا شغلكم ماراثون كبير مازال يستنى فيه كابتن خالد حسني شكرا على الحضور شكرا لي كابتن شكرا فتحي المودي شكر كبير لأيمن عبد النور نجم المنتخب ونجم فالنسيا الإسباني إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله نشوفوك حائز على رابطة الأبطال الأوروبية تونس كل تحب أيمن بالتوفيق ليك شكرا ناصر البدي شكرا ليك مراد زغيدي الناس اللي تبعتونا يعطيكم ألف صحة موعدنا إن شاء الله متجدد الأسبوع القادم من هذا الاثنين من هون الوقت نقول لكم كثير متابعة طيبة على قناة التاسعة تصبح على خير